في التسعينات كانت أشهر خطوبة في الوسط الفني هي خطوبة محمد فؤاد وصابرين، الاتنين ظهروا مع بعض في كليب اسمه اسألي، وبعدين في فيديو وهو بيغني في عيد ميلادها، وصورهم كانت مغرقة أغلفة المجلات. لكن فجأة الثنائي انفصلوا والاتنين اتكلموا عن بعض كويس جدا، ومحمد فؤاد غنى لصابرين بعد الانفصال أغنية هودعك، كمان غنى لها هنساك. لكن في خطوبات كتير فنية شهيرة ما حصلش بينهم نصيب لأسباب مختلفة، تعالوا نعرف مين هما وليه حصل كده. ارتبطت الفنانة منى زكي في بداية مشوارها الفني من الفنان الشاب محمد الشقنقيري، لكن ما كملتش الخطوبة بينهم وانفصلوا في هدوء تام مع وعد بأنهم هيفضلوا أصدقاء. بعدها اتجوزت منى زكي من أحمد حلمي واتجوز الشقنقيري من خارج الوسط الفني بعد فيلم اوعى وشك وقع أحمد رزق في غرام حنان مطاوع، واتخطبوا فعلا في 2005، وبعد سنة من خطوبتهم أعلنوا الاتنين انفصالهم من غير ما يقولوا الأسباب. اتجوز بعدها أحمد رزق من سيدة مغربية من خارج الوسط الفني، واتجوزت حنان مطاوع من المخرج المصري أمير اليماني سنة 2016، وخلفوا بنتهم الوحيدة أماليا. خطب الفنان تامر عبد المنعم زينة في بداية حياته الفنية، وحصلت بينهم مشاكل كتير جدا بسبب فيلم مذكرات مراهقة، وخيرها بينه وبين الفيلم، وكانت النتيجة هي الانفصال. واتجوزت زينة من أحمد عز، واتجوز تامر عبد المنعم من حنان الديب بنت المحامي المشهور فريد الديب. اشتغلت الفنانة منة شلبي مع المخرج خالد يوسف في فيلم هي فوضى، وكمان فيلم ويجا، وأعجب خالد بيها جدا، واتخطبوا فعلا، لكن الخطوبة ما طولتش وانفصلوا لأسباب شخصية. واتجوز خالد يوسف من السعودية، لكن منة شلبي ما اتجوزتش لحد دلوقتي. ارتبطت الفنانة حلاشيحة بالمطرب هاني عادل عضو فرقة وسط البلد الغنائية، واتخطبوا فعلا، وكمان اتكتب كتابهم، لكنهم انفصلوا بسرعة. واتجوزت حالة من رجل أعمال كندي وانفصلت عنه ورجعت للفن تاني. وأخيرا اتجوزت الداعية معز مسعود، واتجوز هاني عادل من دايموند بو عبود. بعد مسلسل الدالي ارتبط الفنان الشاب عمرو يوسف بالفنانة مي نور الشريف بعد ما اشتركوا في نفس العمل، لكن بعد فترة انفصل الاتنين، واتجوز عمرو يوسف بعد فترة طويلة من كند علوش، ومي ما اتجوزتش لحد دلوقتي. وطبعا الجواز اسمه ونصيب، في اللي بيكمل وفي اللي بينفصل في نص الطريق.